بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه بما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، ولا تفتنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك علما بخشية، ونسألك علما بإخلاص وعمل وبلاغ يا رب العالمين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ البيهوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين آمين. تكلمنا في بقية أحكام كتاب النكاح، وقلنا فصل: والوليمة على العرس مستحبة. والمراد بالوليمة طعام يتخذ للعرس، فهي مستحبة من جهة الزوج، والإجابة عليها واجبة من جهة المدعو. فيبقى ممكن شيء يكون مستحب ويكون رد الفعل بتاعه واجب، يبقى الشيء هو سنة ورد الفعل بتاعه واجب. مش شرط يبقى عشان هو سنة يبقى رده سنة، لا مش شرط. زي مثلا بدء السلام سنة، البدء بالسلام ورده واجب، كذلك وليمة العرس سنة على الزوج أو وكيل الزوج أو ولي الزوج إن كان صغير ليست له حرية التصرف في ماله، بشرط أن تكون من مال الولي لا من مال الصغير. حكمها في حق هؤلاء مستحب، أما إجابتها فهي واجب على المدعو. هنعرف إمتى ما تبقاش واجب، ليها شروط، ليها شروط. الوجوب ده ليه شروط، إذا انتفت هذه الشروط تبقى غير واجب، بل أحيانا يحرم الإجابة كمان، فهنشوف الموضوع ده. يبقى عشان كده بيقول: والوليمة على العرس مستحبة، والمراد بها طعام يتخذ للعرس. وقال الشافعي: تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور، وأقلها للمكثر شاف، وللمقل ما تيسر، وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات. والإجابة إليها أي وليمة العرس واجبة، أي فرض عين في الأصح. يبقى نفهم منها أن في مقابل الأصح أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. يعني لو دعاني أنا مثلا فبعت له ابني، خلاص على القول بأنها فرض كفاية. لكن لو دعاني أنا باسمي وما رحتش بغير عذر من العذارى اللي هنشوفها، يبقى يأثم حتى ولو بعت له ابني، إن احنا قايلين إنها فرض عين. واضح؟ يعني إذا تعين المدعو تعينت عليه الفرضية. لكن لو قال لنا واحد منكم يجي من أهل البيت، يبقى أي واحد خلاص يجي. لكن لو عين فرد يبقى تعينت عليه. مقابل الأصح اللي هو الفرد عين، والفرد كفاية. حتى لو عينها الواحد فبعد غيره أو غيره راح، سقط الاسم عن الكل. ده على الوجه بأنه قال وهو مقابل الأصح. وممكن يبقى في وجه ثاني أنها سنة، إجابتها سنة. كأن هيبقى في ثلاث أوجه. وجه بيقول إن هي فرض عين وده الأصح واللي عليه الفتوى، وجه تاني يقول إن هي فرض كفاية،
وده مرجوح، وأقلهم في الرجحان أنها سنة في وليمة العرس، وأنها على الراجح سنة في سائر الولائم غير وليمة العرس، زي العقيقة بقى وزي الوضيمة وزي الوكيرة، زي ما تكلمنا عن هذا في الجلسة الماضية. ولا يجب الأكل منها في الأصح. طب واجب علي أن أنا أروح، لازم أكل؟ لا يجب الأكل، واجب أن أنا أروح لكن مش واجب أن أنا أكل. افرض أن أنا صائم، خلاص أحضر وأدعي لهم وتاني ماشي، مش حاجة. حبوا يدوني أكل معايا ليه أقبله؟ إذا شايف أن أنا لو ما خدتوش هكسر خطوة، وليا أن أنا أعتذر لأني مش مروح دلوقتي، أقول له ده هيبوظ مني في الطريق مثلا، يعني ليه؟ لأن مش واجب أن أنا أكل منه. ولا يجب الأكل منها في الأصح، يعني أنت ما تتعزم في الفرح مش شرط تقعد تستنى البوفيه، يكفي تروح تسلم ومبروك ويصوروك ثبت حضورك كأنك ماشي، مش شرط تستنى الرقاصة، واخد بالك؟ ولا تقعد تستنى ما يفتحوا البوفيه، فهمت؟ دي مزايا الفقه، يعني تفهم أحسن تفتكر إنها واجب، يعني واجب لازم تقعد لآخر الفرح ولازم تقعد لحد ما تخلص البوفيه، لا مش لازم، يكفي انك انت تروح تسلم وتنك ماشي. ولا يجب الاكل منها في الاصح. اما الاجابه لغير وليمه العرس بقى، ما في ولائم كتيره بقى ممكن حتى من غير سبب، انا عايز اعزمكم كده تعال مثلا، ما يجراش حاجه محبه، يبقى هنا سنه بقى. اما الاجابه لغير وليمه العرس من بقيه الولائم فليست فرض عين بل هي سنه، وما فيهاش اوجه. ده ليه بقى ما فيهاش اوجه؟ وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسني لغيرها بشرط، بشرط بقى الشروط هنا إمتى؟ نقول إنها سنة في غير وليمة العرس، واجبة في وليمة العرس إمتى؟ بالشروط دي. بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة، بل يدعوهم والفقراء، وأن يدعوهم في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة أيام لم تجب الإجابة في اليوم الثاني، بل تستحب وتكره في اليوم الثالث عشان هيبقى سمعة بقى. احنا كده قرأنا الجلسة الماضية لحد هنا، واقفين على قوله وبقية الشروط مذكورة في المطولات اللي هي شروط الوجوب يعني، وقوله إلا من عذر أي مانع من الإجابة للوليمة، كأن يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو أو لا تليق به مجالسته. فنشوف كلام الشيخ البيجوري قايل إيه على الفقرة دي. يقول قوله وبقية الشروط مذكورة في المطولات، منها أن يكون الداعي مسلما، فلو كان كافرا لم تطلب إجابته. نعم تسن إجابة الذمي، لكن سنوها له دون سنها للمسلم في غير العرس، يبقى علشان تبقى واجبة علي أن أنا أدعو، يبقى اللي بيدعوني لازم يكون مسلم. طب افرض اللي بيدعوني مسيحي، يهودي، أي ملة أخرى، لا يجب. لكن يسن إذا كان ذمي أو مواطن مصري، احنا دلوقتي هنسميها مواطن بقى، مبقاش في ذمة دلوقتي. السياسة المعاصرة سموه مواطن مصري، مواطن مصري غير مسلم، وأنت مصري. جارك مسيحي بيجوز بنته فدعاك، أو بيزوج ابنه فدعاك، يسن أن تجيبه، يسن ولا يجب. ليه؟ من باب حسن العشرة. لكن لا يجب لأنه حقه دون حق المسلم، لا شك في ذلك. وسنيتها في حقه أقل من سنيتها في سائر الولائم الأخرى إذا كان الداعي مسلم كمان، لأن السنة درجات، فهمت بقى؟ فلازم ناخد بالنا من مثل هذه الأمور. لكن لو بيدعوك في وليمة في كنيسة، والكنيسة بيذكر فيها كلام يخالف دينك، يكره بل يحرم انك تحضر عشان ما تسمعش كلام الكفر، تقعد ساكت. احنا عارفين انه بيقولوا كفر، خلاص ما يقولوه، بس ما تحضر، ما بقاش انا حاضر، واخد بالك؟ لكن لا عاملها في بيته في النادي ما يجراش حاجه، يبقى يسن تروح تحضر علشان ايه؟ حسن العشره وحسن الاخلاق مع الناس جميعا مطلوب، والنبي كان هذه سنته، كانت اخلاقه جميله مع كل الخلق، بل حتى مع الجماد والحيوان والنبات صلى الله عليه وسلم.
يبقى منها أن يكون الداعي مسلما، فلو كان كافرا لم تطلب إجابته. مين الكافر؟ هو غير المسلم بس. إيه تعريف الكفر؟ هو ما خالف الإسلام، ده تعريف الكفر ببساطة، كلمة ورد ببساطة. ما هو الكفر؟ ما خالف الإسلام. طب واللي خالف الإسلام كتير بقى، كتير، يهودية، مسيحية، بوذية، هندوسية، الهند لوحدها فيها 250 ديانة، كتير، أديان كتيرة وملل كتيرة. فيبقى تعريف الكفر هو كل ما خالف الإسلام، دين الإسلام. لو ما كانش مذبوح، يعني أقدم لك جبنة، كل جبنة، مربى، مش حاجة، كل مربى. لكن ما أقدم لك بطة، فرخة، لحمة، ما أقدم لك سمكة، كلها، مش حاجة، لأنها ميتة. واحد صديقي كان مسافر اليابان هيقعد شهر، واليابانيين دول مش أهل كتاب، يقول لي أكل لحمة إزاي؟ قلت له كل سمك، واخد بالك، براحتك، قاعد كل سمك شهرين لما انبسط يعني، الحمد لله. ومنها أن يكون الداعي مسلما، فلو كان كافرا لم تطلب إجابته. نعم تسن إجابة ذمي، هنحط فوق ذمي مواطن. في العصر الحديث بقى ما بيدفعوش هم جزية، لكن لهم حق المواطنة، ما يجراش حاجة، لأن مش شرط لازم على فكرة أن يدفع جزية، يعني مش من الشروط اللازمة عند المسلمين أن غير المسلم لازم يدفع جزية عشان يعيش في وسط المسلمين، لا، ده نظام سياسي كان معمول به، فإذا شرع نظام سياسي جديد ما يجراش حاجة. هو الجزية مقابل إيه؟ مقابل أنه ما يدخلش الجيش وإننا ندافع عنه. طب مش هيدفع الجزية يبقى يدخل الجيش ويحارب معانا، خلاص هو حر. يمكن هم لو عرفوا كده ان لو دفعوا الجزية مش هيخشوا الجيش، يقول لك ندفعها. فهمت ازاي؟ لان هي اصلا ضريبة دفاع وامن، يعني الجزية دي سميها انت ضريبة ما تسمهاش جزية، ده من الكلمة. وبعدين اصلا احنا اللي شوهنا معنى الجزية بسبب جهلنا باللغة، يقول لك حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يقوم يقف يقول لي ايه وهم اذلاء، يقول صاغرون هنا يعني اذلاء، لا، الصغر هنا مش معنى الذل، لان الاسلام لا يرضى ان يذل انسان ولا حيوان حتى، مش من اخلاق المسلمين يحبوا يذلوا حد. صاغرون هنا اي منقادون لاحكام الشرع، ادي معنى الصاغرون. حتى يؤتي الجزية عن يد وهم صاغرون أي منقادون لأحكام الشرع، اللي هو القانون العام بتاع الدولة، يعني ينقاد لأحكام إلى قانون الدولة ويدفع هذا مقابل هذا، هنأمنه على تجارته وعلى عرضه ونحافظ على بيته، ولو جاء عدو يريد أنه هو يغير عليه نموت من أجله وندافع عنه. شوف قد ايه، ادي معنى الجزية، هي دي المفهوم عند المسلمين. للاسف احنا فهمنا في اللغه خطا. نيجي مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين، وربنا بيقول لله العزة ولرسول المؤمن. فازاي يبقى أذلة وربنا عايز لنا العزة؟ يبقى اكيد انا أذلة على المؤمنين، يعني ايه؟ مذللين للمؤمنين أي منقادون لهم في خدمتهم ونصحهم. أذلة على المؤمنين مش من الذل، من التذليل. يقول لك إيه؟ ناقة ذلول يعني منقادة. يبقى أذلة على المؤمنين مش معنى إيه؟ إن أنا أبقى أذل نفسي للمؤمن. ربنا ما يقبلش حتى إن أنا أبقى أذل نفسي، لأن ربنا بيقول لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبقى أذلة هنا مش معنى الذل، ده معنى إيه؟ التذليل. يقول ناقة مذللة يعني منقادة، يعني تنقاد لأخوك المسلم، شوفه هو محتاج إيه تدهوله، يقول لك لو سمحت خدني جنبك تعالى جنبك، لو سمحت ناولني الحكاية دي تناوله، لو سمحت ساعدني تساعده، لو سمحت أقرضني تقرضه، لو سمحت انصحني في المسألة دي تنصح. أدي معنى أذلة على المؤمنين، يعني بالعربي تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتتناصح، هذه معنى أذل مش معناها الذل. يبقى لازم نفهم بقى اللغة العربية كويس عشان نعرض ديننا بطريقة صح، لأن احنا اللي كرهنا غير المسلمين في كلمة الجزية،
ليه؟ نقول لهم حتى ويقف كده على المنبر، والمنبر والميكروفون وفي هورن على الكنيسة، ما قدامه كنيسة، وكل جمعة حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء، والأسيس جوه سامع أذلاء، يا دي المصيبة، مش عايزين جزية دي. فهمت بقى ازاي؟ فاحنا اللي ايه عرضنا ديننا غلط للأسف، ديننا مش كده، بالعكس الرحيمون أرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم. عمرك شفت النبي ذل حد في سيرة النبي كلها؟ ده كانوا أعداؤه بيحاربوه بيحبوه، كانوا كافرين بيه وبيحبوه كبني آدم كشخص يتحب كده صلى الله عليه وسلم. فلازم نرجع تاني نعرض ديننا بطريقة مظبوطة. فيبقى احنا الذمي هنا ما بقاش اسمه ذمي، اسمه مواطن، لانه ما بيدفعش الجزية، ما فيش مانع يعيش عندنا مواطن مرحب ونحسن عيشته، بس يدخل الجيش ويحارب معانا ويدافع عن البلد ويحافظ على القانون العام للدولة اللي احنا اضطريناه جميعا، ما فيش مانع. ادخل معايا المدرسة، ادخل معايا الكلية، ادخل يبقى صديقي في العمل، ما فيش مانع. كل ده ما لا يمنع، بيبقى تسن إجابة ذمي لكن سنها له دون سنها للمسلم في غير العرس. ومنها أن يكون المدعو مسلما أيضا. أيوه، أصل الكافر مش واجب عليه أحكام شرعية من حيث التنفيذ، وإن كان هو واجب عليه من حيث الحساب في الآخر. يعني من حيث التنفيذ واجب، مش واجب على الكافر إن يصلي، لكن في الآخرة هيتحاسب ليه ما صليتش، واخد بالك؟ قالوا لم نكن من المصلين، يبقى هيتحاسب على فروع الشريعة في الآخرة، لكن مش مطالب بفروع الشريعة الآن إلا لما يدخل في الإسلام. وإحنا قايلين الوجوب ده حكم شرعي من فروع الشريعة، يبقى أنا لو دعيت مسيحي في فرح ابني يحضر، مش واجب عليه يوفي، حب يجي يجي ما يجيبش يجي، لأن أنا حوجب عليه حاجة هو أصلا الوجوب ده وجوب شرعي وهو مش معترف بالشرع أصلا. فاهم؟ يبقى علشان تجب يجب يكون المدعو مسلم، عشان نقول تجب عليه. لو المدعو مش مسلم يبقى مش واجب عليه. وده تفهم منه ان ممكن تدعو غير المسلم في افراحك، يفهم منها كمان كده، مش معناه عشان مش مسيحي بقى مدعوش، لا ادعوه كل حاجه، جاء خير وبركه، ما جاش ما تلوموش لانها مش واجبه عليه. ومنها ان يكون المدعو مسلما ايضا فلا تجب الاجابه على كافر، ولا تسن كمان ليه، لكن مباح يجيب او لا يجيب براحته لانتفاء الموده معه. الموده اللي هي النصره من اجل الدين، ادي معنى الموده. يبقى انتفاء الموده هنا اي النصره من اجل الدين، انما الموده من اجل الانسانيه فده شيء مطلوب. مريض تزعل ان هو مريض تروح تزوره، في ضائقه تقعد تواسيه، ما ادريش حاجه. دي مش معناها الموده اللي هي ايه منهي عنها، الموده اللي منهي عنها هي ان تنصره من اجل دينه، انما عشان توده من اجل انسانيته ده شيء مطلوب، انما ما ودوش من اجل دينه. ادي الانتفاء الموده الدينيه، وهذا خلاف الموده الانسانيه. يبقى كتب الفقه لازم تقرا بطريقه تتفهم. يجي واحد بقى مش فاهم يقول لك اه انتفاء الموده بينه، ويروح مكشر قدام جار ويعمل، ويقول لك الاسلام بيقول كده، واول ما يربي دقنه تبص تلاقيه بقى لو بقى لعبته كده. طب ليه؟ بالعكس، امال هو الاسلام انتشر اصلا؟ انتشر بحسن معامله المسلمين لغير المسلمين، لعلم. واول احنا ما بقينا نسيء معامله غير المسلمين والمسلمين كمان، بقينا فتنه للمؤمنين وللكافرين. يعني المسلم زمان كان يقول ايه؟ ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا، ومسلم اليومين دول فتنه للذين امنوا اشد. فلازم نعيد تاني فهمنا لهذا الدين، وعرضه مرة أخرى بطريقة صحيحة، لأنه عرض بطريقة خطأ وطبق بطريقة خطأ عشرات السنين. لانتفاء المودة أي الدينية معه لا الإنسانية. ليه؟ لأن الرسول بيقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومنها أن يكون الداعي مطلق التصرف، الشرط اللي بعد كده. فلو كان غير مطلق التصرف لم تجب الإجابة ولا تسن بل تحرم. واحد محجور عليه لفلس
وانت عارف المحجور عليه والديانة قد كده، وعامل فرح لابنه في نادي ودافع فيه 100,000 جنيه وبيدعوك، يحرم تقوليه لانه ده اصلا كان الاولى يسدد الديون دي. اروح انا اشجعه ازاي في حاجه زي ده؟ غير مطلق التصرف. فهمت بقى؟ يبقى لازم يكون مطلق التصرف، يعني بيعزم من ماله اللي هو حر التصرف فيه. انما لو طرأ عليه حجر لسفه او صغر سن او جنون، ما هي اسباب الحجر كده. اسباب الحجر هي ثلاثه: سفه او جنون او صغر سن، كويس، او افلاس، ادي الرابع. دي سبب اسباب الحجر عند المسلمين كده. والحجر يعني ايه؟ يعني نمنعه من التصرف في ماله، ادي معنى الحجر. يبقى لازم كمان عشان تجب، يبقى اللي بيدعوني يكون حر التصرف في ماله، كويس. ومنها ان يكون المدعو مسلما، دي خلصناها. ومنها ان يكون الداعي مطلق التصرف، فلو كان غير مطلق التصرف لم تجب الإجابة ولا تسن بل تحرم إن كانت الوليمة من ماله. طيب افرض فإن فعلها وليه وهو أب أو جد، غير مطلق التصرف لأنه مثلا عنده سفاهة، لكن اللي مكلف الفرح والوليمة دي أبوه، يجب الإجابة من ماله، واضح؟ يبقى ساعتها يجب الإجابة. وهو أب أو جد من مال نفسه لا من مال غير الرشيد، واضح؟ وجبت الإجابة في وليمة العرس وسنت في وليمة غيره. وأما إذا كان المحجور عليه مدعوا، طب افرض المحجور عليه هو اللي أنا بدعيه بقى، طب ما يجي، ما يجراش حاجة، هيجي ياكل، مجراش حاجة. فهمت بقى؟ مش هتكلف حاجة. يبقى المحجور عليه واجب إنه يجيب الدعوة، واخد بالك؟ لكن لا يجب عليك أنت، بل يحرم أنك أنت تجيب دعوته. فهمت بقى المسائل؟ وأما إذا كان المحجور عليه مدعوا فهو في إجابة الدعوة كالرشيد، إذ لا ضرر عليه. وبعدين الشرط الثالث أو الرابع: ومنها أن يعين الداعي بنفسه أو نائبه المدعو، بخلاف ما لو قال ليحضر من شاء أو نحو ذلك. يعني الداعي يعين المدعو بالاسم، يقول انا بدعو فلان، ويطلبك بالتليفون او يطلبك او يبعت لك جواب دعوه مكتوب عليه اسمك، ده عينه. انما ممكن يبعت جواب دعوه اسره فلان الفلان، الاسره، يبقى اي واحد من الاسره بقى، وما عينش حد بالاسم، يبقى اي واحد من الاسره يروح. خدت بالك؟ لكن لو عين بالاسم يبقى يجب ايه؟ بخلاف ما لو قال ليحضر من شاء، يعني يقول لك الدعوة عامة وهتبقى لامة، يبقى يحضر من شاء، مش وجوب بقى، زي ما بيقولوا المصريين كده، الدعوة عامة وهتبقى لامة، ما قالش أسماء. فهمت؟ يبقى ده لم يعين، يبقى حبيت تروح حبيت، ما حبيتش تروح ما تجيلهاش حاجة. بخلاف ما لو قال ليحضر من شاء أو نحو ذلك. ومنها ألا يدعوه لخوف منه أو لطمع في جاهه أو إعانة على باطل، وإلا فلا تلزمه الإجابة. بيدعو مثلا ضابط الشرطة بتاع الحي علشان هو بيخاف منه، عشان هو فاتح قهوة وبيبقى حاطط الكراسي بتاعته في عرض الشارع، هو بقى عايز يدعو الضابط ده علشان ايه؟ ما ينكتش عليه كل شوية ويقول دخل الكراسي دي وبتاع. يبقى ساعتها لا يجب الإجابة، علشان كده هيكسر عينه كأنها رشوة مقنعة، أو إن هو خايف منه لظلمه، يبقى لا يجب عليه. إن كنت تعرف إن هو بيدعوك عشان خايف منك، يجب لا يجب عليك إنك أنت تجيب، واضح؟ لا يلزم المدعو. أو لطمع في جاهه علشان يقعد يتباهى، أنت راجل وزير مثلا ولا رئيس وزارة، وعارف إن جارك ده بيدعوك مخصوص عشان يقعد يتباهى، يقول أنا دعيت رئيس الوزراء فرح بنتي، يتباهى ويتعايق بيها، ما تروحش، واضح؟ او اعانتي على باطل، او بيدعوه علشان يبقى في بينهم موده فيعينه على باطل، تاجر مخدرات وبيدعوه يقوم يفوت له المخدرات بتاعته، يفوت له بعض المصالح، كده حرام بقى. والا فلا تلزمه الاجابه. ومنها الا يعتذر المدعو للداعي،
يعني امتى تجب الإجابة عليك؟ لو ما اعتذرتش، افرض أنا دعاني وأنا اعتذرت، تقول له يا في اليوم الفلاني ده أنا هكون مسافر رايح عمرة، ده أنا في اليوم ده هكون مثلا عندي مشوار مهم وما اقدرش أجله، متأسف لو أنا موجود مش هكون في البلد، هكون مسافر أي حاجة، يبقى اعتذر وخلاص. واضح؟ ويرضى بتخلفي عن طيب نفس، لا عن حياء بحسب القرائن، وانت بقى تحسبها حسب القرائن. ومنها ألا يسبق الداعي غيره وإلا أجاب السابق، فإن جاء معا أجاب أقربهما رحما. ومنها ألا يسبق الداعي غيره، يعني يقول واحد فيكم يجي وقلل الأولاني، هما اثنين قاعدين، الأولاني وجب عليه لأنه سبق غيره، والتاني حبيتوا تيجوا انتوا الاثنين ما يجراش حاجة، يبقى كفاية الأولاني، يبقى كفاية الأولاني هو اللي يحكم، والتاني لو ما راحش لا يأس، ولو راح يسن من باب إدخال السرور عليه. ما انت بتشوف حسب قرائن كل حاجه بقى، انت بتشوف هو يقصد ايه. ما يمكن مثلا هو حاجز عدد معين من الكراسي دلوقتي، بيقول لك مثلا يعني العروسه تدعو 60 واحد والعريس تدعو 60 واحد، ما تقدرش تزود. او ساعات بعض الافراح يقول لك احنا عايزين كل المعازيم يبقوا 40، 20 من جهه العريس و20 من جهه العروسه، فانت عارف ان العدد محدود، وهو لما لقاه جنبك او لقاك انت جنبه فأحرج الراجل، قال يعني لو حبيته يعني واحد فيكم يجي يبقى خير وبركة، ولو جيتوا الاثنين يعني ما يجراش حاجة، كأن الراجل يعني محرج. يبقى أنت بتحسب كل حاجة على حسب. وممكن تبقى المعنى كده برضه، يعني أنا مثلا جاري دعاني على فرح بنته، وجاري التاني دعاني على فرح بنته في نفس اليوم وفي نفس الساعة وفي نفس اللحظة، يبقى اللي دعاني الأول أعتذر أقول له والله ده أنا فلان دعاني قبلك، وهكذا. يبقى تنفع المعنى كده والمعنى كده. ومنها ألا يسبق الداعي غيره وإلا أجاب السابق، فإن جاء معا أجاب أقربهما رحما. طب لو جم الاثنين بقى في وقت واحد بيدعوه، يشوف الأقرب ليه رحم يبقى هو الأولى. ابن عمي جاي يدعوني وصديقي جاي يدعوني في وقت واحد في ميعاد واحد، يبقى انا ايه اجاوب ابن عمي واعتذر للصديق. طيب لو الاثنين رحم واحد يبقى اقربهما دارا، فان استويا بكله اقرع بينهما. ومنها الا يكون الداعي ظالما او فاسقا او شريرا من الفلول، يعني بمفهوم بقى الثورة دلوقتي، وإن كان كلمة الفلول دي كلمة مطاطة قوي يعني، واخد بالك؟ يعني بمفهوم الثورجية بتوع مصر، لو كان الداعي من الفلول يعني من إيه؟ من الجماعة بتوع الحزب الوطني اللي استفادوا من الفساد السابق وعمل ثروة طائلة من الفساد السابق، يبقى إيه؟ مالكش دعوة بيه، لأنه يعني ظلمة. أو فاسق، يكون راجل سكير، راجل بيفعل المعاصي جهرا جهارا، معروف عنه ان هو بيلعب قمار، معروف عنه ان هو بيشتغل في التمثيل، واحنا عندنا التمثيل حرام وفسق بجميع انواعه، مذهبنا كده اللي هنقابل بيه ربنا ان التمثيل بجميع انواعه حرام قطعا بأربعين دليل، ده مذهبنا كده. مش عاجبك مذهبنا روح للمذهبهم، غير كده ما يجراش حاجه، الدنيا واسعه، لكن ما يجراش حاجه، احنا لا نلزم الناس بوجهه نظرنا، لكن دي الوجهه اللي احنا نقابل بيها ربنا. المسلمين دول عندنا فسقه وندعو لهم، فلو دعاني على فرح بنته وهو ممثل اقول له السلام عليكم اعتذر، اروح الاقي وسط ممثلين وعازم الرقاصه فلانه والرقاصه علان، ووسط مش بتاعنا، مش هعرف انا اعيش مع الناس دي، فاهم؟ ما يجراش حاجه، هم يعرفوا يعيشوا مع بعض احب وربنا يهديهم يصلح بالهم. او فاسقا، راجل ظالم
أو شريرا، رجل شراني معروف، أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر. بيعمل كده عشان يتباهى، تقوم الناس تفتكر انه هو يعني من أهل الأموال الطائلة، يقوم يروح البنوك ياخد قروض على سمعته وما يسددهاش، طالب المباهاة. يبقى ده ملناش دعوة بيه. كما قاله في الإحياء، مين اللي قاله في الإحياء؟ الإمام الغزالي. ومنها ألا يدعوه من أكثر ماله حرام. كل ماله أو أكثره حرام، بيتاجر في الدخان. احنا عندنا الدخان حرام، مذهبنا كده برضه، ما يزعلش منا الدخل اثنين. احنا مذهبنا كده، الدخان حرام. الموسيقى الوترية حرام. فهو بيشتغل عازف موسيقى كمان، بتاع كمانجة. كل أمواله عملها من الكمانجة. عندنا احنا في مذهبنا دي فلوس حرام. فهمتني ازاي؟ بيتاجر في المخدرات، في البانجو، في بضائع مهربة، في أي حاجة من دي. أمواله كلها من الرشوة، مرتشي. كل دي ملناش دعوة بيه، واخد بالك؟ نبعد عنها. ومنها ألا يدعوه من أكثر ماله حرام. ما نفهم من كده إن لو ماله اختلط بحلال وحرام لكن مش أكثره حرام، يجوز إنك أنت تجيه. فمن كان كذلك كرهت إجابته ما لم يعلم أن عين الطعام حرام. لو هو مش متأكد كرهت الإجابة لو أكثر ماله حرام. ليه؟ لأن ممكن ينوي إن هو هياكل من الجزء الحلال. لكن لو الطعام نفسه ده حرام، يعني حاطط خنزير وحاطط خمور وحاطط، لا ما تروحش بقى، لأن الطعام ذاته حرام. واضح؟ ما لم يعلم أن عين الطعام حرام. عين الطعام حرام يعني حاطط خنزير، حاطط خمر، حاطط كده، قال عين الطعام حرام. وإلا حرمت وإن لم يرد الأكل منه. وحتى لو ناوي ما ياكلش يحرم الإجابة برضه، لأن فيه إقرار على المعصية. نعم، إذا عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه منه، ولا يتوقف على الضرورة، لأن عندنا الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يعني إذا انتشر الحرام خالص، متعرفش تحصل على مال إلا من سكة من عند ناس أموالهم حرام، عم خالص متعرفش بيه، واخد بالك؟ يعني انت هتشتغل عنده، هو ماله حرام، لكن انت هتشتغل عنده شغلانه حلال، تاخد مرتبك منه، ما يجراش حاجه، مرتبك يبقى حلال، ان انت بتقدم خدمه حلال، مالكش دعوه جايب المال منين. واضح؟ ولا يتوقف على الضروره، من باب انزال الحاجه منزله الضروره. فان لم يكن اكثر ماله حراما لكن فيه شبهه، لم تجب الاجابه ولم تسن بل تباح. ولهذا قال الزرقشي لا تجب الإجابة في زمننا هذا. ليه؟ لأن أكثر أيام الإمام الزرقشي قال لك معظم الأموال دي فيها شبه. يبقى زماننا ده الإجابة مش واجبة. واضح ده كلام الإمام الزرقشي. لكن لابد أن يغلب على الظن أن في مال الداعي شبهة. يعني مش مجرد التوهم. لا، لابد أن يغلب عليك الظن أن في ماله شبهة. مجرد الوهم وإدراك الطرف المرجوح. ومنها ألا يكون الداعي امرأة أجنبية من غير حضور محرم، لا لها ولا للمدعو، خشية من الخلوة المحرمة. يما ما تجيش امرأة أجنبية تدعوك بغير حضور زوجها أو ابنها معاها للفرح أو للوليمة العرس، لأصل ما كنتش داعية غيرك، فتلاقي نفسك رايح تخلو به. يبقى ما ينفعش، لازم يكون معاه محرم وهي بتدعوك. وإن لم يخلو بها بالفعل. ومنها أن يدعوه في وقت الوليمة. ما احنا عندنا الوليمة بتدخل بعد العقد، عند العقد وبعد الدخول في الفترة دي. طب افرض بيدعوني قبل العقد، تبقى دي مستحبة مش واجبة، لأنها مش وليمة عرس. فهمتني بقى ازاي؟ إنما الوجوب يبقى بعد وقت الوليمة، يعني بعد العقد.
وهو من حين العقد كما مر، ومنها أن يكون المدعو حرا. أنا بدعو حر، الحر حر التصرف، يبقى واجب عليه يجي، إنما لو دعيت رقيق لا يجب عليه إلا بإذن سيده. واضح؟ طبعا مش موجود الرقيق دلوقتي، لكن إيه، فروع في الفقه مهمة. ومنها أن يكون المدعو حرا، فلو كان عبدا فإن كان بإذن سيده أو كان مكاتبا ولم يضر حضوره بكسبه وجبت الإجابة. والمكاتب اللي هو العبد اللي بيشتري نفسه بأقساط من سيده حتى يتحرك. فإن أضر حضوره بكسبه، يعني هيضطر إن عشان يحضر الوليمة دي يترك عمله اللي بيدر عليه المال اللي بيشتري بيه نفسه من سيده، يبقى مش واجب عليه. فإن أضر حضوره بكسبه وأذن له سيده فالأوجه عدم الوجوب مراعاة لمصلحة المكاتبة. ليه؟ لأن الشرع متشوف للحرية. ومنها ألا يكون المدعو قاضيا، القاضي ما يجيبش الدعوات دي بحكم وظيفته. ليه؟ علشان محافظة على هيبة القضاء، وعلشان كمان ما يبقاش في نوع من الولاء النفسي لبعض الأفراد. لازم القاضي يبقى محافظ على حياده بقدر طاقته. وفي معناه كل دي ولاية عامة، فلا تجب الإجابة عليه في محل ولايته، بل إن كان للداعي خصومة أو غلب على ظنه أنه سيخاصم حرمت عليه الإجابة. ومنها ألا يكون المدعو معذورا بمرخص في ترك الجماعة. إمتى تجب؟ لو ما كانش عندك عذر، لكن أنا عندي عذر مرض، ممنوع من السهر، والحفلة هتبقى بالليل، وانا الدكاترة قالوا انت عندك الكبد والكبد تعبان ولازم ما تسهرش، بعد العشاء تنام على طول، ده علاج بقى، يبقى انا معذور هنا مرض او لعجز، اعمى ولا يجد قائد يوديه. كل دي اعذار، انما لما تنتفي الاعذار يبقى واجب عليه انه يجي. ومنها الا يكون المدعو معذورا بمرخص في ترك الجماعة. يعني ايه؟ اعذار ترك الجماعة في الصلاة هي نفس الاعذار اللي تنفي وجوب اجابة الدعوة، من نحو مرض ووحد. على فكرة كمان من ضمن اعذار ترك الجماعة اكل الثوم والبصل، او يكون ابخر رائحة فمه كريهة عشان ما يروحش يكره المعازيم من نفسهم، لأن دي كلها برضه ما ينفعش يصلي الجماعة وهو كده. لو واحد ربنا ابتلى انه أبخر أو عنده سلس بول أو انفلات ريح، هيقعد في وسط الناس بقى وريح طالعة منه، حاجة بدل ما تقيل، أو عنده سلس بول ما يروحش بقى بالأسطارة البول كده ويقعد في وسط، يحط كيس البول على الترابيزة، ما ينفعش. يعني كل الحاجات دي لازم إن هو يراعيها. أنا بقول لك الحاجات دي لأن أنا شفت النظر دي في بعض الأفراح، واخد بالك؟ يبقى رجله قاطعها وماشي مش عارف ايه، ويشيلوه كرسي بعجل ورايح تمام يقعد في بيتك، ترهق المعازيم وترهق الناس، ومالهاش لازم، انت عذرك معاك اقعد في بيتك. فالواحد لازم ياخد باله من مثل هذه الاشياء، او حتى ما عندوش ثوب يليق بالحفله. فهمت؟ لان كل حفله ليها الثوب اللائق بها، فما ينفعش مثلا اروح بالبيجامه، أنا ما عنديش بدلة وكل المعازيم هيبقوا لابسين بدل وأنا ما عنديش بدلة، أو عندي بدلة واحدة ووديتها تتنضف وما استلمتهاش اليوم، ما عنديش حاجة ألبسها مناسبة ليا، خلاص يبقى لا يجب. كل دي أعذار ينظر بها الشرع. أو الطريق ومحل، الدنيا مطر شديد والطريق هيبقى وحل، خلاص مهم. لكن جعان قوي وعطشان قوي ده مش عذر، ده مصلحة تروح تاكل، ما انت هتروح هتاكل وتشرب، فيبقى مصلحة ده مش عذر، مع ان الجوع والعطش يمنعك من حضور جماعة الصلاة، لكن ما منعكش من حضور وليمة العرس، لان الجوع والعطش هيزول بوليمة العرس. فهمت؟ حتى لو كان في رمضان، في رمضان الجوع والعطش، ما هو اصل هو هيعمل الوليمة يعني قبل الفطار، هيقدم للناس ايه؟ هيقول لهم رمضان كريم.
تبقى حلوة والله. بس طبعا الناس مش هتروح هتبقى تعمل. هيعمل لهم بين المغرب والفجر. أنا بسأل على ذكر أن الجوع والعطش يعني عذر عدم حضور جماعة الصلاة. لا جماعة الصلاة حتى لو في رمضان. حتى لو في رمضان. أيوه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت العشاء وحضر العشاء فقدموا العشاء. الفقهاء قالوا إذا كانت تتوق نفسه للطعام. يعني جائع. لكن الجوع والعطش لا يظهر كونهما عذرا هنا، هنا. شوف لكن في صلاة الجماعة هناك عذر. لأن المقصود من الوليمة الأكل والشرب وليست كثرة الزحمة. وليست كثرة الزحمة عذر إن وجد سعة لمدخله ومجلسه. يعني افرض إن هو عازب ناس كتير قوي. يقول أنا ما بحبش أروح الزحمة. لو عازب ناس كتير لكن المداخل واسعة وكل واحد هيبقى ليه كرسي وبتاع يبقى أروح ما يزرعش حاجة. وأمن على نحو عرضه، ومنها ألا يكون المدعو امرأة أو أمرد يخشى من حضوره ريبة أو تهمة أو قال وإلا لم تجب الإجابة. يعني المدعو امرأة آنسة كده وامرأة جميلة وبتاع، مش واجب بقى تروح يقولوا لها الراحة بإيدي والناس يتفرجوا عليها ويتقول لك ويقول لك طب وإيه علاقتهم بالست الجميلة دي؟ يدخلوا بقى تبقى الحكاية فيها ريبة إذا كانت. وبرضه لو كان شاب امرد، الشاب الامرد لان بعض الناس الشواذ كده يشوفوا الشبان الحلوين يعكسوهم زي كانه بيعكسوا الستات برضه، يبقى برضه ده. وكانت الحكايه دي مشهوره ايام الامام السيوطي في مصر، حكايه ايه الولع بالصبيان والشباب المرد. والحمد لله المصريين دلوقتي ربنا تابع لهم من مثل هذه العادات والعاهات. أو قاله وإلا لم تجب الإجابة. وإن أذن الزوج أو الولي، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد. الإمام البيجوري بيقول كده في زمانه. زمانه يعني كان من 200 سنة، من لأنه كان سنة 1214 دخل الأزهر، والحملة الفرنسية 1212 هو دخل الأزهر. هو جاء من بلده، جت الحملة الفرنسية، قعد عند قرايبه في الجيزة لحد ما خلصت الحملة في 3 سنين. يبقى 1215 راح الأزهر. واخد بالك؟ هو جاء من الباجور وقت الحملة الفرنسية، لقى الفرنساويين مركزين على الأزهر وبيضربوا العلماء وبيعملوا، قعد في الجيزة عند قرايبه. لحد ما انتهت الحملة الفرنسية راح انتظم في الأزهر بالشيخ البيت. يبقى قال لك في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وغلبت فيه محبة الأولاد، أهو كان الزمان ده، لأن اللي نشر الحكاية دي الفرنساوية لما جم. واخد بالك؟ قعدوا 3 سنين نشروا الفساد. والجنود نشروا الفساد ده. فبعض المصريين الفاسدين اتعلموا العادات السخيفة دي من الفرنساوي. واخد بالك؟ فيقول لك بعد ما انتشر وعلموهم كمان شرب الخمر. وعلموهم كمان السهر. وعلموه معاكسة النساء في الطريق. يعني حتى كان الفرنساوي من دول تمشي الست أم لا يلف ولا شرموه. شرموه يعني يا لطيفة بالفرنساوي. واخد بالك ازاي؟ يقوم المصريين ما عرفوش الفرنساوي، فلما يتجاوبوا يقولوا عليها شرموطة. فهمت؟ دي أصل كلمة شرموطة عند المصريين العوام. أصلها إن الفرنساوي كان يبقى واقف على نصة الشارع تمر عليه بنت مملاية لف ولا شرموه، لو جاوبته أو قعدت تدلع معاه يقوم مصيرهم عليها شرموطة. فهمت؟ أدي أصل الكلام يعني علشان تعرف برضه اللغة كانت إزاي تطورت يعني تطورات اللغة. لكن هي أصلا شرموه يعني لطيف بس بالفرنساوي، فكان المصريين معناها قبيح جدا. وقوله إلا من عذر أي من أجل عذر. وقد تقدم أن المصنف أشار بذلك إلى أكثر الشروط، فلو نبه الشارح على ذلك كما صنع العلامة الخطيب لكان أولى. قول أي مانع من الإجابة. قال المحشي كان الأولى أن يقول أي مسقط لوجوب الإجابة.
لأن شأن الأعذار ذلك، وأنت خبير بأن المراد بإسقاط الوجوب كونه مانعا من الوجوب من أول الأمر، لا أنه حصل الوجوب ثم سقط، فكلام الشارح أقعد. أصل شوف الشارح المحشي اللي هو البرماوي قال يعني إيه؟ أي مسقط الوجوب الإجابة، سمى الأعذار دي مسقطة للوجوب. قالوا ما تقولش مسقط، قول مانع أحسن. أصل مسقط كأن الوجوب جه والعذر أسقطه، لا ده هي مانعة من الوجوب أصلا إنه يجي. فهمت؟ يعني تفاصيل بين العلماء في تحرير اللفظ نفسه، لكن المعنى واحد. بس هو بيحرر اللفظ بين العلماء، يعني دي مناقشة بين العلماء. فكلام الشارح أقعد، يعني إيه؟ اللي هو كلمة مانع تبقى أحلى يعني. الشارح قال إيه؟ أي مانع من الإجابة، الشارح اللي هو ابن قاسم الغزي. ما قالش أي مسقط للإجابة، المانع للإجابة. ثم سقط فكلام الشارح أقعد، نعم إن طرأ العذر بعد تحقق الوجوب ظهر ما قاله المحشي. وبعدين برضه عايز يبين لك إن كلام المحشي ليه وجهة صحيحة برضه. يبقى هو لما يخالف ما يبقاش يخالف مخالفة بحيث يعني يشهر بالمخالف. لا ده هو الأول قال إن المحشي كان الأول يقول مانع، علشان ده كأنه لما قال مسقط كأنه جاءت الوجود ثم جاء العذر فأسقطه، فكان الأول يقول مانع. وبعدين كأنه بيقولوا على فكرة كلامه ممكن يبقى صح لو جاله العذر بعد الدعوة. فهمتني إزاي؟ يبقى إيه دليل إن العلماء دول يعني بيقعدوا يفكروا بالراحة، والمخالف ما يعدوهوش بسرعة، كل ما يخالفه يبقى ضلالي في النار، وكلام اللي بيعملوه الشباب ده ما ينفعش. كل ما تحاول تلتزم يعني تلتمس يعني عذر لاخيك يبقى احسن، ومخرج للكلام يبقى احسن. نعم ان طرأ العذر بعد تحقق الوجوب ظهر ما قاله المحشي، فالاولى ان يراد ما يشمل ذلك. قولك ان يكون، كأن يكون في موضع الدعوة يعني من يتأذى به المدعو، فبيقول كأن يكون إلى آخره، أي وكأن يكون هناك منكر ولو عند المدعو فقط لا يزول بحضوره كآلة له، لأن عندنا احنا المعازف حرام، كآلة له وفرش محرمة، يعني فرشين مفارش حرير وحاطين معالق فضة، يبقى كده حرام. كآلة له وفرش محرمة لكونها ممكن تبقى الفرش المحرمة تبقى ايه؟ حصر المسجد، يعني لموا الحصر من المسجد اللي جنبهم وفرشوا بالسطوح للفرح بتاع بنتهم، يبقى كده حرام بقى، دي فرش محرمة كده، او مغصوبة، أو لكونها حرير حريرا والوليمة للرجال، أو لكونها جلود النمور لما فيها من الخيلاء، وكصور حيوان مرفوعة على هيئة لا تعيش بدونها، كأن كانت على سقف أو جدار زي تماثيل كده بارزة يعني لحيوانات كاملة والحاجات دي كلها، أو ثياب ملبوسة ولو بالقوة على سقف أو جدار، أو ثياب ملبوسة ولو بالقوة، أو وسادة منصوبة بخلاف صور غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس والقمر، أو صور حيوان غير مرفوعة بأن كانت على أرض أو بساط يداس، غير مرفوعة يعني متعلقة يعني، إنما لو على بساط وأرض يداس مش مشكلة، مرفوعة يعني في مكان كده إيه عالي يعني. بأن كانت على أرض أو بساط يداس عليه، أو على مخاد يتكأ عليها، أو على هيئة لا تعيش بها، كأن كانت مقطوعة الرأس أو الوسط أو مخرقة في البطون، فلا يحرم عليه الحضور حينئذ. ومنه يعلم جواز التفرج على خيال الظل المعروف لأنها شخوص مثقبة البطون، كان أيامه حاجة طالعة اسمها خيال الظل كده، بحاجات بداية الرسوم المتحركة بقى لسه بتتطور الحكاية.
وما أحسن قول بعضهم: رأيت خيال الظل أكبر عبرة لمن كان في علم الحقيقة راقي، شخوص لأرواح تمر وتنقضي، ترى الكل يفنى والمحرك باقي. كأنه لما نظر للحكاية دي والشخوص دي نابه يحركها محرك غائب، تذكر أن الله هو الذي يحرك الأكوان. وهذا التفصيل في دوامه وجواز التفرج عليه. وأما أصل تصوير الحيوان فحرام مطلقا، ولو على هيئة لا يعيش بها، لأن في الفنون الجميلة تصوروا أن هو لما يعمل تمثال مقطوع الرأس يصنعه كده مباح. لا، التمثال مقطوع الرأس يجوز النظر إليه لكن يحرم عمله. لازم نفرق بين الاثنين، مش لكونه يجوز النظر معناه يجوز عمله. فرق بين الاثنين، خد بالك من الحتة دي. ها؟ ما احنا جاز نص التمثال للنظر إليه لو كان موجود، مش مطلوب مني أروح أهد ولا، لكن مش مطلوب إن أنا أروح أصنع كده. واضح؟ وأما أصل تصوير الحيوان فحرام مطلقا، يعني أصل الصناعة يعني نفسه. ولو على هيئة لا يعيش بها، كأن كان بلا رأس، لخبر: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم، يستثنى لعب البنات، لو كانت لعبة أطفال معلش يلعبوا بيه، لأن عائشة كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم، وحكمه ذلك تعليمهن أمر التربية. فإن كان المنكر يزول بحضوره وجب عليه الحضور. هم هيعملوا فرح وهيجيبوا رقاصة، لكن لو جاء فضيلة الشيخ العلامة الفلان الفلاني هيستحوا يجيبوا الرقاصة، يبقى العلامة الفلان بيروح، لأنه هيمنع منكر حضوره نفسه وهيبته، تمنع بقى ان هم يعملوا الموسيقى ويعملوا، يبقى وجب عليه الحضور. فإن كان المنكر يزول بحضوره وجب عليه الحضور إزالة للمنكر، سواء كانت الوليمة للعرس أو لغيره، زيادة على وجوبه لإجابة وليمة العرس، وسنه الإجابة لوليمة غير العرس. قوله: في موضع الدعوة، يعني هيبقى موضع الدعوة فيه مشكلة، أي أو في طريقه. فموضع الدعوة ليس بقيد، وحل بلا كراهة ليس بقيد، وحل بلا كراهة نثر نحو سكر ودراهم في الولائم كلها عملا بالعرف. كانوا زمان يرشوا على الناس سكر، أخذ بالك، عشان تبقى الحياة بتاعت العروسة سكر مع العريس تيمنا بهذا يعني، أو يرشوا بعض الدراهم كده يوم الناس الفقراء يلتقطوها، واخد بالك، كل دي كانت أعراف موجودة زمان، فلا بأس ما يجراش حاجة. وحل بلا كراهة نثر نحو سكر ودراهم في الولائم كلها عملا بالعرف، وحل التقاطه. فلذلك كانوا في السكر النبات ده، عارف السكر النبات ده، كانوا يكسروه كده وينطروه كده، يقوموا الناس تلقطوا وتعملوا وتاكلوا، مشكلة عندنا. وحل التقاطه لذلك ما لم يكن إذاء، ما يبقاش بقى قطع سكر كده جامدة زي الحجارة ويرميها كده يفتح بيها المأذين، يعني يبقى فيها إذاء. وتركها أولى، تركها أولى لأنها نعمة، والنعمة لا يليق أنها تناول بهذه الطريقة، لأنها فيها كأنها رمي وامتهان وبتاع، فتركها أولى. فيكون فعلهما خلاف الأولى، لأن الثاني يشبه النهي والأول سبب لما يشبهها. نعم، إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى. ويكره أخذ النثار من الهواء، ما يتنططوش بقى كده ويلموا فوق دماغ بعض وبعدين إيه يقلعوا عينين بعض وهم بيشقطوا، ما يصحش. فإن أخذه من ملكه من ملكه مع الكراهة، فإن أخذه منه ملكه مع الكراهة، يعني لو أخذ النثار ده من الهواء صار ملكا له بإيه؟ بتحصيله، لأن أصبح في يده مع الكراهة.
وكذلك يملكه إذا بسط حجره له. يعني هم بينصروا كده، عامل حجره كده، فكل اللي صعد في حجره بقى في حيازته تملكه. فوقع فيه أو التقطه، فإن وقع في حجره ولم يبسطه لم يملكه، لأنه لم يوجد منه فعل، يعني وقع كده يعني بغير قصد منه ولا قصد تملك. نعم هو أولى به من غيره، فلو قام فسقط من حجره بطل اختصاصه به، وكذلك لو نفضه فيبطل اختصاصه كما لو وقع على الأرض من أول الأمر. وعلم من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره ما يظن رضا به من دراهم وغيرها، ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال، فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر، وينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة، فلا يأخذ إلا ما يقصه لا ما يزيد عليه من حقهم، إلا أن يرضوا بذلك عن طيب نفس لا عن حياة. ويجوز للضيف الأكل مما قدم له بلا لفظ من مضيفه، اكتفاء بالقرينة العرفية، كما في الشرب من السقايات التي في الطرق، إلا أن ينتظر الداعي غيره أو يكون قبل تمام السفرة. يبقى لما يقول لك البوفيه مفتوح خش كل، البوفيه مقفول ومتغطي ولسه الناس قاعدة جوه، ما تعديش أنت تكشف كده وتاخد سندوتش، لأن لسه مش ملكك، ما أبحولوكش، فهمت؟ لكن لما يقول لك افتتح البوفيه اتفضلوا يا جماعة، طب افرض قال الكبار الأول يتفضلوا، يبقى الصغيرين اللي يجروا هياخدوا غير مباح، يبقوا أوليائهم يمنعوهم، فهمت إزاي؟ لأن لا يحرم على الصبي لأنه غير مكلف، لكن يحرم على الولي أنه ينبه الصبي، وهكذا. كل الأداب دي لازم نتعلمها، لأنها بتحصل في الأفراح وفي العزايم وفي الزحام ما لا يليق. ففي الحج بتيجي ناس كتير كده بيقعدوا يوزعوا كده في منى، يرموا عصائر للحجاج، يقوموا ايه الحجاج الطوال بقى ينط ويعمل وياخد كل حاجة، والناس الغلابة اللي زي حالاتنا قاعدين ما يعرفش يطول حاجة، وتبقى يا دوب هتجيلك اول حر كأن جون مثلا وبيمنع ان الكورة تخش في الشبكة، واخد بالك كده؟ ما يصحش، لازم يعني الواحد يراعي مثل هذه الامور. الاسلام اخلاقه جميلة لو احنا فهمناها. ولا يتصرف فيما قدم له بغير الاكل، لانه المأذون قدموا لك الاكل قال لك كل، ما تاخدش في شنطتك بقى وتطلع تبيع بره، فاهم؟ لانه هو المأذون الاكل، مش مأذون انك تجمعه او تاخده تحطه في الثلاجة وتقعد تاكل فيه لمدة اسبوع، كده ما يصحش، فهمت ازاي؟ كل ده ما يصحش، لأنه المأذون فيه عرفا، فلا يطعم منه سائلا، فلا يطعم منه سائلا. واحد شحات معدي مش مدعو، ما تعملش أنت وأنت مش صاحب الدعوة وتقول له تعالى كل، خلي صاحب الدعوة اللي يدعو، أنت كل اللي قدامك مالكش دعوة بغير كده. ولا هرة، قطة بتناونه تحت رجليك، ما تأكلهاش إلا لو تعرف إن الداعي ما يتأذاش من هذا. شوف، ولا هرة، دي دقة المسلمين في تحري الحلال وعدم استباحة أموال الغير إلا بإذنه، دي دقة مهمة. تحري الحلال عبادة أصبحت نادرة الآن، وهي من السنن، تحري الحلال دي من السنن الميتة، فيجب أنك أنت تحييها. ولا هر إلا بإذن صاحبي أو علم رضا. نعم له أن يلقم منه غيره من الأضياف، ممكن بقى يأكل ابنه يحطه ببقه ما يجراش حاجة، لأنه أصلا مباح للأكل، إلا أن يفاضل المضيف الطعام بينهم، فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه. المضيف بنفسه صاحب الدعوة عامل سفرة لكبار الزوار، وسفرة لمتوسط الزوار، وسفرة لصغار الزوار، ما يجيش بقى واحد من صغار الزوار ياخد حاجة من سفرة كبار الزوار، ما يصحش، فهمت؟ كل واحد ياخد من المخصص ليه. ويملك الضيف ما التقمه بوضعه في فمه، يعني طول ما الاكل في ايدك
وما دخلش بقك لسه صاحب الدعوه ممكن يقولك ما تاكلوش حطه، انما دخل بقك خلاص بقى ملكك، ما يقولكش ما تبلعوش، ابلعه بقى، واخد بالك؟ يبقى يتملك الطعام في الوليمه بايه؟ بوضعه في الفم، انما ما في اليد او امامك لسه ما تملكتوش. واضح؟ ويملك الضيف ما التقمه بوضعه في فمه ملكا مراعى، بمعنى انه ان ازدرده استقر على ملكه، وان اخرجه من فمه تبين بقاه على ملك صاحبه. يعني هو ده مثلا ايه، تفاحه كده لا مش حلوه، فراح حاططها رجعت لملك صاحبها. واضح؟ خد منها بق وساب الباقي. يبقى الباقي ده ملك صاحبه مش ملكه هو. ما هو قال لك بالعرف، العرف هنا خلاص. على الاقل يعني يخرم مروءته يعني. ويتفرع على ذلك انه لو حلف لا ياكل من طعام زيد فضيفه واكل من طعامه لم يحنث، لانه لم ياكل طعام زيد، وانما اكل طعامه لانه ملكه بالوضع في فمه كما علمت، بخلاف ما لو حلف لا يتناول طعام فلان فانه يحنث لانه وقت التناول يصدق. يعني قال حلف لا ياكل طعام زيد، لو زيد عزمه على وليمه ألا يأكل طعام زيد، فهمت ازاي؟ يبقى لا يحنث لو ابتلع الطعام ده لأنه أصبح ملكه بالأكل، لكن لو حلف ألا يتناوله يبقى ما يتناولهوش، يبقى مفيش وسيلة وإلا يحنث. الفرق بين إنه نقراها تاني، أنه لو حلف لا يأكل من طعام زيد فضيفه وأكل من طعامه لم يحنث، لأنه لم يأكل طعام زيد وإنما أكل طعامه، لأن أصبح اللي فمه ده تملكه، ما بقاش طعام زيد لأنه ملكه إياه، لأنه ملكه بالوضع في فمه كما علمت، بخلاف ما لو حلف لا يتناول طعام فلان فإنه يحنث لأن وقت التناول يصدق عليه أنه طعام فلان لعدم ملك الضيف له حينئذ، ويسن أن يقول المالك للضيف ونحوه ولده وزوجته إذا رفع يده من الطعام كل، ويكرره عليه ثلاث مرات. عشان كده تلاقي مشهور عند المسلمين كل شوية يقول لك كل شوية، طب طلع لحمة، طب طلع بطاطس، طب خد حتة دي، طب والله يا أخي ده تشرب لي، كل ده علشان يكرر. أيوه. ماليش دعوة ليه، لأ اللفظ لينا اللفظ بالمعنى العرفي، لينا اللفظ بالمعنى العرفي. زي يقول لك مثلا لو حلف ألا يأكل لحمة، لو كل بطة لا يحنث، مع إن البطة برضه لحمة، ولو كل سمك لا يحنث، لأن المصريين عندهم لو قال لحمة يقصد إيه؟ يقصد لحم البقر أو الجمال، ولا يقصد لحم الطيور ولا السمك، واخد بالك؟ فلو قال والله ما هاكل لحمه فاكل سمكا لا يحنث، مع ان ربنا بيقول ولحم طير مما يشتهون، لحم طير ده في القران، لكن احنا العرف، وعلشان كده العرف يعمل به في الايمان والنذور، في باب الايمان والنذور العرف، انما في الشرع تقدم اللغه. ويسن للضيف ان يدعو لاهل المنزل، كان يقول أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في من عنده، أو يقول اللهم هن من أكله، هني بقى صح كده، اللهم هني من أكله واخلف على من بذله، وأي لنا بدله بالعجلة، يعني هو لسه شبعان عايز حاجة تاني بالعجلة، ما شاء الله ده هيتخن كده. اللهم هني من أكله واخلف على من بذله وهيئ لنا بدله بالعجلة. ومعنى الضيف من يحضر الوليمة بإذن سمي باسم ملك، باسم ملك يأتي برزقه
قبل مجيئه لأهل المنزل بأربعين يوما وينادي فيهم هذا رزق فلان. ومعنى الضيف من يحضر الوليمة بإذن سمي باسم ملك يأتي برزقه قبل مجيئه لأهل المنزل بأربعين يوما وينادي فيهم هذا رزق فلان ابن فلان. أنا كنت قرأت حديث سابقا، نعم، الضيف يأتي برزقه ويخرج بذنوب أهل البيت. أيوه ممكن كده. أما الطفيلي وهو الذي يحضر الطعام بلا إذن من صاحبه فيحرم عليه ذلك إلا أن يعلم رضا رب الطعام لصداقه، لصداقة أو نحوها، لصداقة أو نحوها. سمي بذلك نسبة لرجل من غطفان يقال له طفيل، سمي طفيلي نسبة لرجل من غطفان يقال له طفيل، كان يحضر كل وليمة تفعل من غير دعوة، والنقوط المعتاد في الأفراح يجب رده لأنه هيبة مستردة يعني. كالدين ولدافعه المطالبة به، ولا أثر للعرف إذا جرى بعدم الرد لأنه مضطرب فلا اعتبار به. يعني تعرف الناس انك انت بينقطوا العروسة عشان اهل العروسة بعد كده ينقطوا الناس كل في ايه؟ في وقته، فهي هبة مستردة يعني واجب الرد. الرجل كانوا يكتبوها فلان ادانا كذا بتاريخ كذا ويبقى فاكرها يعني. فلا اعتبار به، فكم من شخص يدفع النقود ويريد رده اليه ويستحي ان يطالب به. قول من يتأذى به المدعو أي لعداوة أو نحوها، وقول أو لا تليق به مجالسته كالأرازل الذين يحصل منهم سخرية أو فيهم خسة أو يوجد منهم كشف عورة أو نحو ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال؟ اتفضل. إذا كان الداعي محبور عليه الفلس، أيوه، القائم من الولي أقرب أو كذا، كان الداعي محبور عليه الفلس، القائم من الولي أقرب أو كذا من ماله، مش من مال المفلس. لو من مالي لا تحضر. لا، هو بالنسبة له يحرم انه يحضر، بالنسبة له. إذا كان الجاه ده من أجل جاه دنيوي مش أجل جاه ديني، يعني من أجل سمعة دنيوية. ايوه انت دعيتني ليه مثلا؟ عشان ده حافظ القران، ده بيصلي بينا في الجامع، ده من اجل ديني، يبقى يجب ان انا اجيب. لا، علشان الاستاذ الدكتور يسري دي من اجل جاه الدنيا يعني كده والبتاع، لا مش واجب ان انا احضر، لكن يجوز ان انا احضر، واخد بالك؟ بس والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. ونقف على فصل في احكام القسم والنشوز. القسم اللي ناوي يتجوز على واحد اكثر من مراته يبقى يحضر اللي ناوي يعني، واللي مش ناوي يحضر برضه عشان يعرف ان الحكايه صعبه دون ما يفكرش يعمل. والنشوز عشان نعرف ما هي المرأة الناشز وما يسقط من حقوق بسبب النشوز وغير ذلك. وقد يكون النشوز من جهه الزوج وقد يكون من جهه الزوجه. واخد بالك؟ والله تعالى اعلى واعلم. ايوه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.